أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية أيها الأحبة. يجب أن نتأملها، يجب أن نعلم أنه في حالة الضيق ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعلم أخي الحبيب أن الأبواب إذا أغلقت في وجهك، وإذا تخلى عنك الناس، وإذا وجدت نفسك وحيدا كأنك وسط الأمواج في البحر، تتقاذفك أمواج هذا العصر، أمواج الظلم والإلحاد والكفر وضيق الرزق، وأمواج عاتية وأنت وحيد وسط العاصفة، يجب أن تعلم أنه لا يستجيب لك إلا واحد، هو الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، كل من تدعوه من حولك وكل من تلجأ إليه في وقت الشدائد من البشر سيضل عنك، سيذهب بعيدا عنك، سيتخلى عنك، إلا الله عز وجل الذي يراك ويسمع، كيف لا، وهو الذي خلقك. عندما كنت جنينا في بطن أمك أخي الحبيب انتبه معي، كنت محاطا بسائل مظلم، هيأ الله لك كل وسائل الرزق والتدفئة والحماية، ووسيلة لتصريف الفضلات، ووسيلة لتغذيتك وأنت ضعيف لا تبصر ولا تستطيع أن تفعل أي شيء داخل هذا الرحم المغلق المظلم. لم ينسك الله من فضله، أينساك الآن وأنت تقول يا رب ارزقني؟ أينساك الآن وسط هذه الظلمات وهذه المشاكل التي نعاني منها اليوم؟ أينساك هذا الإله العظيم وأنت تدعوه بإخلاص وتقول يا رب اكشف عني الضر؟ لذلك أنا أود أن أتأمل معك أخي الحبيب أيضا قصة سيدنا ذنون، هذا النبي الكريم النبي يونس الذي كان في وسط الأمواج تتقاذفه الأمواج، وجاء الحوت والتقمه، فأصبح في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت، فنادى في الظلمات. قبل أن أقول الآية، من يستطيع أن ينقذك في هذا الموقف لو اجتمعت الدنيا كلها وجاءت كل وسائل البشر؟ هل تستطيع أن تخرجك من بطن الحوت في أعماق المحيط؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بأنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله فترك الدعوة إلى الله بسبب أن قومه لم يستجيبوا له، والله لم يأذن له بعد بالخروج، فخرج، ابتلاه الله بهذا البلاء. ولكن هذا النبي الكريم من الذي أنقذه؟ ثقته بالله. من الذي خلصه من ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت؟ إيمانه الشديد، اعترافه أمام الله. يجب أن تعترف أخي الحبيب، أن تعترف أمام الله سبحانه وتعالى أنك مخطئ، أنك ظلمت نفسك، أنك أخطأت في حق الله، قصرت في حق الله. فكلما ضاقت بك الأمور قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء دعاء النجاة من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فدائما أخي الحبيب الإنسان عندما يضيق به الحال ويتخلى عنه كل الكون ويبقى وحيدا في مواجهة مصيره، هناك إله عظيم لا ينساك، موجود وقريب منك، ولكن فقط أن تدعوه، فقط أن تقول يا رب، فقط أن تعترف بتقصيرك وظلمك وتفريطك في حق الله سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء والله أيها الأحبة له مفعول قوي جدا. كثير من الناس اليوم يغرقون في مستنقع هذا الواقع المؤلم اليوم بين اللهو والعبث والمخاوف من المستقبل، وتجد وضعه تعيس جدا، وعلى الرغم من ذلك لا يفكر أن يلتجئ إلى الله. الحل بسيط أخي الحبيب، هو الالتجاء إلى الله بصدق، لأن الله هو المسؤول عن هذا الكون، هو الذي يحرك كل ذرة من ذرات هذا الكون، فلا يعجزه أن يخلصك من مشكلة وقعت بها، لا يعجزه أن يكشف عنك الهم والكرب والضيق. البلاء أخي الحبيب، البلاء هدفه أن يختبرك الله، يختبر إيمانك، وليس الهدف أن الله سبحانه وتعالى يضيع وقتك أو يؤذيك أو يكرهك، لا، حاشا لله، الله يحب لنا الخير. فيبتليك بشيء، بضيق معين، بضيق رزق، بمرض،
بأذى تتلقاه ممن حولك. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكثر شخص في الكون أوذي في سبيل الله ولم ييأس، كان يصبر ويقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، المهم أن تكون راضيا عني. هكذا كانت ثقافة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثقافة الرضا. كان يرضى بقضاء الله، يرضى الشيء الذي قسمه الله له سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب تذكر دائما هذه الآية، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان من طبيعته أنه يجحد النعمة في حالة الرخاء، عندما يكون مسرورا رزقه واسع يجحد ويكفر وينسى. فالله عندما يحبك يريدك أن تتذكره، يريدك أن تدعوه، يريدك أن تقول يا رب، فيبتليك بما تكره. العبد أخي الحبيب إذا أحبه الله ابتلاه كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع منزلة لإنسان يبتليه بما يكره. إذا أحب إنسانا يحبه أن يدعوه. طيب الآن إذا كانت ظروفك كلها جيدة وأنت تغرق في التجارة والمال والدنيا إلى آخره، هناك أناس أخي الحبيب يغرقون في المال، تمر عليهم أيام أشهر سنوات ينسى أن يقول يا رب، ينسى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الدنيا شغلته، الدنيا مثل الموج الجارف أخي الحبيب، هذه الدنيا هي مثل الموج العاتي الذي يجرف كل ما يجده في طريقه. فإذا استسلمت للدنيا نسيت الله ونسيت نفسك ونسيت الآخرة، ستكون ممن يقول الله فيهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالبلاء والضر وتخلي الناس عنك هذا أمر إيجابي، يجب أن ننظر أنه محبة من الله لنا، وليس أن الله يكرهني. لماذا خلقني؟ الله يريد لي الخير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإله العظيم يريد لك الخير ويريد لك السعادة ويعرف مصلحتك أكثر منك. فالله يريد لك الآخرة، الله يريد الآخرة الباقية، يريد لك هذا الخير، وبالتالي يجب أن تتألم قليلا في الدنيا. انظر إلى هذه الدنيا وكأنها عملية جراحية، يعني إذا أردت أن ترتاح انظر إلى همومك وبلائك وضيق رزقك ومشاكلك التي تعاني منها وتخلي الناس عنك، انظر لهذا الأمر على أنه مثل عملية جراحية أنت تقوم بإجرائها في الدنيا لترتاح بعد الموت، لأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يجب أن نتميز أحبتي في الله بثقافة البلاء، ثقافة أن ننجح في الاختبار. أنت عندما ترسل ابنك ليختبر ليدخل في كلية الطب مثلا أو كلية الهندسة، أو ترسله ليختبر من أجل وظيفة مرموقة، سيتعرض إلى أسئلة قاسية، ربما سيسهر ليالي طويلة ليحضر لهذا الامتحان، ولكن أنت فرح لأنك تنظر لما بعد الامتحان. الدنيا هذه يا أخي الحبيب هي امتحان، هي فترة اختبار، إما أن تنجح فيها أو تفشل فيها. هناك من يضيع وقته وهو في الاختبار ويجلس ويلهو وتكون نتيجته سيئة، هناك من يجتهد ويعمل فيحصل على ما يطمح إليه. لذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. إذا نحن خلقنا لنبتلى. أكرر أخي الحبيب احفظ هذه الآية، الذي خلق الموت والحياة. لماذا خلق الموت والحياة؟ لنذهب ونشاهد مسلسلات والأغاني ونلهو ونجمع ونأكل ونشرب ونبني وكذا؟ لا، ليس هذا هو الهدف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم. والبلاء هو الأشياء القاسية التي يتعرض لها الإنسان، المرض، ضيق الرزق، أذى الناس لك، أذى زوجتك لك، أو بالعكس أذى الزوج للزوجة، تصاب بمصائب، يموت إنسان عزيز عليك، تفقد إنسان كان يحميك، تبتلى بأمراض متعددة. هذا هو البلاء، ليبلوكم. هذا معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل تصبر و
وتتقي الله وتقول يا رب أنا سأنجح في الاختبار، سأصبر ابتغاء وجه الله. سيدنا يعقوب عندما صبر ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم يفقد الأمل حتى بعد 40 عاما، بعد أن ذهب سيدنا يوسف، خدعوا أباهم وقالوا أكله الذئب، وكل الناس اعتقدوا أنه انتهى. هذا النبي الكريم سيدنا يعقوب لم يفقد الأمل، قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لم ييأس. طب أنت يصيبك مرض تيأس، تفقد شيئا تيأس؟ لا، سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأنبياء جميعا نجحوا في الاختبار، نجحوا في هذا الابتلاء. يجب أن تنجح في هذا الابتلاء فتقول يا رب أنا سأصبر صبرا جميلا. لذلك الله عز وجل يريد لك الآخرة ويريد أن يدخلك في جنات النعيم. ما هو الإجراء الذي سيطبقه عليك لكي تصبر؟ طب إذا أعطاك المال والمتاع والدنيا، طب على ماذا ستصبر؟ فهنا يأتي دور البلاء. طبعا هناك الصبر على الشهوات أصعب من الصبر على ضيق الرزق، يعني هناك أنواع من الصبر. حتى تصبر يجب أن تبتلى، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن يوم القيامة ستتلقاك الملائكة وتقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب كيف تصل إلى هذه المرحلة إذا لم تصبر؟ طيب كيف أصبر؟ إذن يجب أن يكون هناك بلاء، يجب أن يكون هناك ضيق في العيش في الرزق، يجب أن يكون هناك مرض، يجب أن يكون هناك ظلم أتعرض له، شيء أصبر عليه، أشياء قاسية تعصف بي من حولي. فإذا البلاء طريق الجنة. إذا لم تبتلى هذه مشكلة. يعني كان أحد الصالحين يقول أنا اليوم الذي لا أبتلى فيه أخاف فيه على نفسي من الفتنة. إذا مر يوم ولم يبتليه الله بشيء يصبر عليه يخشى على نفسه من النار والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله أكرر هذه الآية أرجو أن نحفظها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هذه آية رقم 1. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، آية رقم 2. والآية الثالثة والمهمة جدا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب والهم والبلاء والغلاء والوباء عن كل الناس، وأن يلهمنا الدعاء في وقت الشدائد. نسأله أن يلهمنا أن ندعوه وأن نحمده على كل حال، فنقول الحمد لله على كل حال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.